توفيت الفنانة الشهيرة تانيا روبرتس عن عمر ناهز 65 عاما بعد تعرضها لوعكة صحية إذا أعلن صديقها مايك بينجل خبر وفاة نجمة هوليوود التي اشتهرت بدورها أمام الممثل البريطاني روجر مور في فيلم جيمس بوند عام 1985. وكشفت تقارير أن تانيا روبرتس تعرضت لوعكة في منزلها في هوليوود هيلز عشية عيد الميلاد بعد أن عادت من نزهة مع كلبها، وتم نقلها إلى المستشفى. بعد ذلك تم وضعها على جهاز التنفس الصناعي، ولكن لم تتحسن حالتها الصحية، ومع ذلك لم تكن وفاتها مرتبطة بفيروس كورونا المستجد. وكانت قد ظهرت الفنانة الأمريكية المشهورة تانيا روبرتس بحالة صحية جيدة تماما، وكانت تبث محادثات الفيديو مع معجبيها قبل وفاتها، وفضلا عن قيامها بدورها الشهير في فيلم جيمس بوند، لعبت تانيا روبرتس دور البطولة في الموسم الخامس والأخير من ملائكة شارلي بين عامي 1980 وعام 1981، كما اشتهرت أيضا بدورها في المسرحية الهزلية الضاربة هذا عرض السبعينيات. ولدت الفنانة تانيا روبرتس في أكتوبر عام 1955 في مدينة نيويورك، قبل أن تبدأ حياتها المهنية كعارضة أزياء في سن المراهقة، وتزوجت من الكاتب باري روبرتس في 19 من عمرها، وبدأت دراستها للتمثيل لتصبح ممثلة في استوديو الممثلين، وظهرت للمرة الأولى في فيلم الدخول عنوة عام 1975. ثم انتقلت روبرتس مع زوجها إلى لوس أنجلوس بشكل دائم في عام 1977، وحققت شهرة عالمية واسعة النطاق بعد عدة سنوات. تركت التمثيل في عام 2004 لرعاية زوجها الذي كان يعاني من مرض عضال، وتوفي بعد ذلك بعامين. كان قد توفي زوج تانيا روبرتس كاتب السيناريو باري روبرتس في عام 2006 بعد زواج دام مدة 32 عام، ولم ينجب أطفالا، ولم تتزوج مرة أخرى، ولم تظهر في أي أفلام أو برامج تلفزيونية بعد وفاته. وظهرت من جديد في أواخر العام الماضي، حيث بدأت بصحة ومعنويات جيدة. كانت دائما ما تنشر الصور على إنستغرام، بما في ذلك صور وهي ترتدي قناعا وسط جائحة كورونا أثناء توقيعها على صور المعجبين.